اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. طبيعية، شوفوا هالخصائص بالخروب. إذا من خصائصها حتى للنساء أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا يستخدموها لإدرار الحليب للنساء وللرجال، مقوية من المقويات الجنسية العظيمة إذا استمرينا عليها يوميا، خصوصا للي عندهم الضعف الجنسي وأسباب مرض السكري، ومفيدة جدا لمرضى السكر مجرب، وبتخفض الضغط، وجدا رائعة للي عندهم الكوليسترول وعندهم الدهون الثلاثية. وأيضا الخروب مفيد جدا لصحة القلب. يا سلام، شو هذا؟ إيش هذا الدواء؟ وأيضا الخروب يعتبر إنه علاج طبيعي للسعال وحتى لحرقة الزور والحلق، ما شاء الله، وحتى بخفف من حدة الربو، ومفيد جدا بوسع القصبات وبخرج البلغ. اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.